تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب في فريق العمل عندنا في هيئة الصحة في دبي، فريق الإعداد، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومعانا في الإخراج الأستاذ وائل قواسمة، في التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية 600-551-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعينا، أذكركم بأن إذا ما كنتم ماخذين موعد للحصول على اللقاح، بادروا بالاتصال أو بالدخول إلى مواقع الهيئة للحصول على موعد للقاحات هذه، لأن اللقاح هي إحدى الإجراءات الجدا مهمة عشان نحمي أنفسنا وغيرنا من كوفيد-19. ومستمعين الأعزاء، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالأخبار الشيقة. راح نتحدث عن مرضى السرطان والتغذية السليمة لهم، وراح نتحدث عن مشكلة القلق المزعجة، واليوم خبرنا لليوم يتحدث عن علماء يجدون طريقة للتواصل مع الأشخاص النائمين والحالمين. حدد علماء ظاهرة جديدة يصفونها بالحلم التفاعلي، حيث يستطيع الأشخاص الذين يعانون من النوم العميق والأحلام الواضحة اتباع التعليمات والإجابة عن أسئلة بسيطة بنعم أو لا، وبالإضافة إلى مستوى جديد تماما من الفهم لما يحدث لأدمغتنا عندما نحلم، يمكن أن تعلمنا الدراسة الجديدة في النهاية كيفية تدريب أحلامنا لمساعدتنا في تحقيق أهداف معينة على سبيل المثال، أو للتعامل مع مشكلة صحية عقلية معينة. هناك الكثير من المعلومات حول نفسية النوم التي لا تزال لغز، بما في ذلك مرحلة حركة العين السريعة REM، حيث تحدث الأحلام بالعادة، وقد تكون القدرة على الحصول على ردود من الأشخاص الذين ينامون في الوقت الفعلي بدلا من الاعتماد على التقارير بعد ذلك مفيدة للغاية. ويقول عالم النفس كين بالر من جامعة نورث وسترن، وجدنا أن الأفراد الذين يعانون من نوم حركة العين السريعة يمكنهم التفاعل مع المجرب والانخراط في التواصل في الوقت الحقيقي. وأظهرت أيضا أن الحالمين قادرون على فهم الأسئلة والمشاركة في عمليات الذاكرة العاملة وإنتاج الإجابات، وقد يتنبأ معظم الناس بأن هذا لن يكون ممكن، أن يستيقظ الناس عند طرح سؤال أو يفشل في الإجابة. وطبعا هاي البحوثات والدراسات بتكون مفيدة في الدراسات المستقبلية للأحلام والذاكرة ومدى أهمية النوم لإصلاح الذكريات، وممكن أيضا أن يساعد في علاج اضطرابات النوم وغيره من الأشياء. وهذا كان خبرنا لليوم. ننتقل إلى أسماء الجناحي، وراح تحدثنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ اليوم بنبدأ بمجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وصلتنا بعض الاستفسارات عن البوست اللي حطيناه أمس. النشرة كانت عن آخر تحديث لمراكز الفحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. هيئة الصحة أضافت مركزين لتقديم خدمة الفحص الـ PCR، وهم مركز الصفا الصحي
حين يقدم الخدمة، ومركز ند الشبه للنساء. المركز صح للنساء، ولكن حاليا الهيئة تقدم فيه خدمات البي سي آر لكل الجنسين للجميع. وممكن الأشخاص يأخذون مواعيد في كل المراكز اللي تابعة، سواء كانت مثل ند الحمر والمنخول والطوار والليسيلي والصفا ومركز مجلس الراشدية ومجلس ميناء الجميرة ونادي النصر ومركز نادي شبه للسيدات من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، وأيضا من خلال رقم الاتصال هو 8342. هناك مركزين دكتورة يعملون بنظام الحضور دون موعد، وهو اللي موجودين في منصات مراكز التسوق لكل من مول الإمارات وسنتر ديرة. أيوة. أوقات العمل الأحد للأربعة من 10 الصبح لين الساعة 5، ومن خميس إلى السبت من الساعة 10 صباحا وحتى السابعة مساء. في معلومة أيضا عن مجلس الراشدية ومجلس ميناء الجميرة أنه طوال أيام الأسبوع، لكن المواعيد أيضا خلارق من المجاني أو مركز التطبيق حياة الصحة بالبي. أيضا من ضمن الأسئلة اللي يسألون عن موضوع أنه ما هي يعني إذا كان في حد مثلا مريض أو تعبان خلال وجوده في فترة العزل المنزلي، أو كان ما عنده أعراض وفجأة طلعت الأعراض، ممكن يأخذون استشارة عن بعد من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد اللي هو 3342، سواء عن طبيب عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن، أو من خلال يعني الذهاب إلى مراكز الفحص أو مراكز التقييم الخاصة بمرض كوفيد واللي هي موجودة في البيت. أيضا بعد من ضمن الأشياء اللي يسألون في حال إذا كانوا يتم الإصابة وبعدهم ما أخذوا أي نوع من التطعيمات، متى يقدرون يأخذون التطعيم؟ هيئة الصحة تقدم الخدمة خدمة التطعيم بعد مرور 3 أشهر من الإصابة إذا كانت الجرعة الأولى. أما إذا كانت الجرعة الثانية يكمل بدون أعراض يكمل الفترة. وأكيد دكتور في كم لعقب أنا بكمل أشرح لهم إياه. الصحيح إنه هو 10 أيام يكملون مدة العزل الصحي إذا كان ما عليهم أعراض، وعقب يأخذون الجرعة الثانية، لكن لازم تمر المدة اللي بين الجرعتين سواء كانت يعني لأي نوع من التطعيمات، يتأكدون من المدة بين التطعيمين. لكن بعد 10 أيام إذا ما في أعراض ممكن يأخذون جرعة ثانية. تقريبا هاي من الأشياء اللي قاعدين يعني دائما الأسئلة اللي وصلت لي خلال 24 ساعة الماضية. نحب نأكد على أهمية الالتزام بالثلاثي أو التراينجل، لبس الكمام، تباعد الجسدي، وأيضا غسل اليدين. وأيضا نحب نأكد أن جميع مراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة بدبي هي عن طريق المواعيد. حاليا التطعيم الخاص بلقاح فايزر بيونتك اللي فوق 60 سنة ممكن أن يتطعمون، أما التطعيم التطعيمات الأخرى اللي هي سينوفارم وأسترازينيكا ممكن للفئات ذات الأولوية أنهم يقدمون للتطعيم من خلال أيضا الرقم المجاني 8342. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة اسم الجناحي. عطتنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت شيء طلبت مني أن أنا أعيد أشرح لكم إياه مستمعينا. إذا الشخص أصيب بكوفيد هل يقدر يحصل على اللقاح أو ما يحصل على اللقاح؟ يقدر يحصل على اللقاح إذا مرت 3 أشهر من إصابته، هذه بالنسبة للجرعة الأولى. أما إذا أنت مثلاً أخذت جرعتك الأولى من أي لقاح وأصبت بكوفيد أثناء فترة يعني ما بين الجرعتين، هني أنت تقدر تأخذ جرعتك الثانية إذا مرت 10 أيام على حالتك وما كانت عندك أي أعراض وما كنت تشتكي من شيء ووصل موعد حصولك على الجرعة الثانية. الاستثناء الوحيد في هاي الحالة إذا أنت كانت حالتك شوي شديدة استدعت أنك أنت تدخل المستشفى وكانت إصابتك شوية يعني شديدة من ناحية كوفيد، فمعناته قرار أخذك للجرعة الثانية، موعد أخذك للجرعة الثانية يعتمد على تقييم الطبيب والفريق المعالج لك. هاي كانت آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا. فاصل قصير وبنرجع لكم مع السرطان والتغذية العلاجية. صحة وسعادة. رجعنا
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا أعزائي المستمعين 6-00551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مرضى السرطان احنا كلنا نعرف ان لهم ظروف صحية خاصة اللي تتطلب نمط غذائي محدد من شأنه تعزيز الصحة العامة لديهم وتخفيف من وطأة المرض وتطوره، وهذا بالتحديد هو موضوعنا لليوم اللي راح نستضيف منه اخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي الاستاذة فاطمة الخروصي. صباح الخير استاذة فاطمة. اهلا وسهلا حبيبتي، صباح النور والسرور. استاذة فاطمة، لو تقولي لنا ان احنا نعرف ان انتم تشرفون على التغذية العلاجية لمرضى السرطان في المستشفيات اللي تابعة لهيئة الصحة في دبي، ممكن نتعرف بداية اذا كان هناك في دليل ارشادي او نصايح محددة تقدمونها لهؤلاء المرضى؟ طبعا هناك اختي في دليل غذائي موجود في جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة، وأيضا من ناحية العيادات في عيادة التغذية نفسها، وأيضا في المستشفيات حتى التابعة لهيئة الصحة. هذا الدليل الغذائي يعني مركز على التغذية لعلاج مرضى السرطان من خلال أو قبل مثلا العلاج أو خلال العلاج وبعد العلاج. طبعا دائما أول شيء مجرد أن المريض يعرف أنه عنده مثلا أي نوع من الأمراض السرطانية، فالدكتور يحول على أخصائي التغذية، أخصائي التغذية يدرس حالة المريض فيرتب الخطة العلاجية اللي هو ماشي عليها. بس دائما ركز له على أن الطعام هو جزء أساسي من العلاج عشان يقدر يبتدي يانا صح. وبعدين إذا كان قبل العلاج عنده أي مشاكل نحاول إحنا نحسن لها عن طريق الطعام الصحي، وفي نفس الوقت نذكر أن احتمال يكون من خلال العلاجات اللي هو ممكن يأخذها من خلال المرض اللي هو عنده مثلا ممكن يصاب بعض الأعراض الجانبية، وهي كلها مذكورة في الدليل اللي هو الإرشادي عن الأعراض الجانبية كيف إنه يقدر يتفاداها قبل لا تصير، وين صارت له كيف إنه يعالجها. حتى عندنا مشاكل الأسنان واللثة مهم جدا أنها نشرح لي إياها، بحيث أنه مهم جدا من علاجه أن تكون منطقة اللثة والأسنان تكون سليمة. فعندنا بعد خطة علاجية إذا كان إنسان أو المريض عنده مشكلة فيها. ممكن يكون بعض الأطعمة اللي هي ممكن تضره بدل ما تفيده، فنشرح له شو الأطعمة اللي المفروض يركز عليها وشو الأطعمة اللي يبتعد عنها. أيضا الوقاية من هاي الأمراض اللي قد تسببها الطعام، يعني مثل عدوى من الفطريات، عدوى من البكتيريا موجودة في بعض الأطعمة فنركز عليها أنه المفروض يتجنبها. أيضا الناس أو الأشخاص اللي يعتنون بالمرضى نفسهم، في بعد بعض النصائح والإرشادات كيف أنهم يتفاهمون للمريض في البيت أو في المستشفى، خاصة الناس اللي يعتنون بالمرضى. وبعد نركز على بعض الفواكه اللي هي مهمة جدا لمكافحة السرطان وتساعد على تقوية جسمه. في النهاية دائما بعد نذكر أن حياتك تستحق أن إحنا نحميها وتستحق أن نتغلب على السرطان، عشان يكون في تشجيع للمريض أن يمشي لنا على الخطة العلاجية نحن نسوي لها. أستاذة فاطمة، في البعض ما يهتم بنوعية الغذاء وما يشوف إن في أهمية عشان يتبع نمط غذاء صحي في هالجانب، شو تعليقك على هالموضوع؟ وهل أنت تعتبرين النمط الغذاء الصحي مهم وخصوصا لهؤلاء المرضى؟ طبعا شوف حبيبتي، هي أمراض يعني الأمراض اللي هي ممكن تتعلق بالسرطانات أو أغلب المرضى نفسهم ما يكون عندهم توعية ودراية على أن الطبقة الصحية أو يعني الطعمة الصحية مهمة جدا، فهاي يبغى لها توعية وإرشادات دائما. عشان كذي الدكتور دائما مجرد أنه يعرف أي مريض عندنا عنده أي مشكلة مرضية خاصة سرطان على طول حوله على قسم التغذية، لأنه مرتبط جدا أي أمراض سرطانية مرتبطة جدا أو أمراض مزمنة مرتبطة
هو بالوزن، مرتبطة بالتوعية محتاجة المريض، مرتبطة باللي هو اللي احنا نشوفها، ممكن أطفال، ممكن شباب، ممكن ناس ما عندهم دراية فعلا عن الاهتمام فيها. لكن في النهاية نمط الغذاء الصحي أكيد مهم، لأن أغلب الأمراض الحين اللي منتشرة خاصة السرطانات 15% تقريبا كلها مرتبطة بالسمنة. فكل ما كان الإنسان يحافظ على وزنه، متبع نظام غذائي صحي مهم، فيحد من أنه تتكرر عنده المشاكل المرضية، خاصة تكرار الإصابة بالسرطان. أيضا يساعد على الحفاظ على وزنه، يعزز من قوة البدنية عشان يقدر يتعالج صح، ويقدر يعني جسمه يقوى على العلاجات اللي هو ممكن ياخذها، تعطيه مزيد من الطاقة، تعطيه بروتين بحيث أنه ما يفقد الكتلة العضلية عنده. أيضا دائما أنه النظام الغذاء الصحي دائما يساعد على الشعور بالتحسن، فهذا مهم جدا، ودائما احنا هاي الارشادات مستمرين فيها مع المرضى. هل كل نوع من امراض السرطان له غذاء محدد استاذه، ولا هو يعم على الغذاء الصحي يعم على جميع الانواع؟ شوف، السرطان او اي امراض مزمنه معتمدة على الغذاء الصحي المتوازن. إذا كان الغذاء الصحي متوازن، أنا أبعد نفسي من الأمراض المزمنة والسرطانات. لكن اللي هي الخطة العلاجية لمريض السرطان تختلف باختلاف الآثار الجانبية أو الأعراض الجانبية اللي ممكن تصير له خلال العلاج، صحيح، أو بسبب المرض نفسه. يعني أذكر لك مثلا بعض العوامل ممكن تكون عوامل خطر هو يقدر المريض يقدر يسيطر عليها، وعوامل الخطر ما يقدر يسيطر عليها، مثل كبر السن ما يقدر يسيطر عليها، خلاص كبر السن هذا ممكن معرضين للأمراض، مثلا تعرض للضوء الشمس أو الإشعاعات، هذا هو ما يقدر يعني يسيطر عليها. المواد الكيماوية ممكن هو يستخدمها ما يقدر يسيطر عليها، في مواد كيماوية ممكن تضر. الفيروسات والهرمونات اللي تتغير في جسم الإنسان والتاريخ العائلي للمرض، هذا الإنسان ما يقدر يسيطر عليه. لكن في عوامل ممكن المرض يعني الإنسان يقدر يسيطر عليها، مثل التدخين مثلا ومضغ التبغ اللي ياخذونه، ممكن هذا بعد يعني الإنسان يبتعد عنه، بس الشرب من الكحول، ممكن سوء التغذية إذا كان إنسان عنده سوء تغذية سواء سمنة أو فقدان وزن أو أي نوع من سوء التغذية، ممكن يحلها عن طريق أخصائي التغذية. قلة النشاط البدني ممكن أنه يحاول أن يستمر على نشاط بدني مساعد يعني له، على أساس أن يخفف من عوامل الخطر. وحتى زيادة الوزن ممكن أن الإنسان يقلل من الوزن بحيث أنه يبعد نفسه عن عوامل الخطر. أما من ناحية يعني الخطة العلاجية بسوي أخصائي التغذية، فعلا موجودة خطة علاجية تعتمد على وين وصل المريض في أي مرحلة من مراحل العلاج. دون الأعراض اللي صارت لها، الفقدان شهية له خطة علاجية معينة، عند زيادة في الوزن بعد له خطة علاجية معينة. ممكن تكون زيادة الوزن مو بس عشان عنده زيادة وزن في كتلة عضلية، ممكن زيادة وزن بسبب احتباس سوائل، بسبب العلاجات اللي ياخذها، فله خطة علاجية. بعد تختلف عن واحد عنده فقدان في الوزن، عندنا بعد خطة علاجية للمرضى اللي عنده تقرحات الفم والحنجرة، خطة علاجية للناس اللي يعانون من جفاف في الفم، للناس اللي عندهم غثيان وتقيؤ، بعد خطة علاجية اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، بعدنا خطة علاجية. يعني في النهاية خطة علاج تعتمد على المريض وين وصل. بالضبط. يعني أستاذة فاطمة، أنا أتفق معاك إن أنماط الحياة الصحية أثبتت إن لها دور كثير كبير في إن مش بس إن يعني نتحكم في حالتنا المرضية، بس بعد أنماط الحياة الصحية تساعد في وقايتنا من العديد من المشاكل والأضرار والأمراض هذه. فيمكن الواحد يستهين بهذا الشيء، لكن الأشياء اللي أنت تحطها في جسمك، الممارسات اللي أنت تمارسها لها أثرها على الجسم، سواء أنت استهنت بهالمعلومة أو ما استهنت فيها، هي معلومة مهمة وأساسية، ولازم الجميع يبدأ يقتنع بأن التزامه بأنماط الحياة لدور كثير كبير في وقايته من العديد من الأشياء. أستاذة، أكيد أكيد حبيبتي. هي إحنا نعرف إن السرطان والغذاء يرتبطون ارتباط كثير كبير، وفي كثير من الدراسات وايد نسمع عن الأغذية اللي ممكن تقينا من السرطان، ممكن يعني تعطينا أهم هذه الأغذية عشان إحنا نحرص إن ندخلها في غذائنا اليومي.
من الأغذية اللي هي ممكن تكون عندنا الأغذية اللي فيها مضادات أكسدة عالية جدا اللي تساعد على محاربة مقاومة الأمراض والفيروسات ومقاومة حتى الخلايا السرطانية اللي تكون تكاثر في جسم الإنسان، ومن ضمنها الكرنب أو إحنا نقول عنا اللشت أو الزهرة أو القرنبيط، البروكلي، الفجل، عند الثوم والبصل، لأن في مضادات أكسدة ممتازة وتساعد على ومضادة أيضا للالتهابات. عندك الخضروات اللي هي المائلة للحمرة مثل احنا نقصد فيها الجزر والقرع، الشمندر اللي فيها نسبة كاروتين عالية، وهاي فيها مادة تحفز فيتامين ألف إنه يكون موجود في الجسم، وفيها يعني مضادات أكسدة عالية جدا تساعد على حماية الجسم. الحمضيات اللي هي بأنواعها مثل البرتقال، الليمون، أو الكيوي، الأناناس، هاي فيها فيتامين جيم وهي مضادة بعد الأكسدة. عندنا الخضروات الورقية الخضراء اللي هي ممكن تكون الخس والسبانخ، لأن فيها مادة اسمها مادة كلوروفيل، هاي المادة تحمي من السرطانات. الأسماك، لأن الأسماك فيها تقريبا دهون صحية غير مشبعة، تقريبا ما بين 7% و15% من هاي الدهون تساعد على أن تقوي جسم الإنسان وتحمي من الإصابة بمرض السرطان، أمراض القلب، الأوعية الدموية. بعد عندنا الزبادي والخبز أو الزبادي ومنتجات الألبان، هاي كلها فيها خمائر تساعد على وجود هاي الخمائر في جسم الإنسان وتقينا أيضا من اللي هي اللي هو من الأمراض ومحاربة السرطانات، وأيضا فيها فيتامين د وكالسيوم، وهذا مهم جدا للحماية من الأمراض السرطانية. عندنا حتى زيت الزيتون بعد مهم دائما نركز عليه، نستخدمه بكميات يعني مناسبة ومحددة، وما نستخدم المقالي نتجنبها، لأن هاي ممكن يعني تضرنا بدل ما تزيد علينا النشاء يعني أو تقل تساعد على مثلا تخفيف الوزن، لا بتزيد من زيادة الوزن والمشاكل ممكن الإنسان تصيبه خلال الأمراض اللي هي مثل الأمراض المزمنة أو السرطانات. نقلل من المضافات الغذائية اللي هي الإضافات المضيفة، أشياء مصنعة مضافة، نقلل منها. السكريات المكررة الموجودة في المعجنات والحلويات نحاول قد ما نقدر ناخذ كميات قليلة جدا، ما نصرف في الملح واستخدام الملح. اللحوم الحمراء اللي هي الغنية بالشحوم، وهي نحاول ناخذها بكميات بسيطة مرتين مثلا في الأسبوع. هاي كلها يعني بعض الأطعمة اللي هي تساعد على أن تزيد من المشكلة بدل ما تفاقم فيها. وفي النهاية حتى الأطعمة المدخنة اللي هي تتعرض للتمليح مثل النقانق، مثل اللي هو الأشياء المدخنة مثل المرتدل المدخن، أشياء الأجبان المدخنة، نحاول قد ما نقدر أن ما نأخذها، لأن هي يعني معدة فيها بعض المواد أو المواد الحافظة اللي هي مسرطنة عشان تنحفظ لفترات طويلة، فيفضل استخدامها يكون جدا قليل أو نتجنبها. أستاذة شكرا على وقتك الثمين، وحديث معك جدا شيق وممتع، يعني المعلومات اللي قدمتي لها لنا يعني مثرية. أستاذة فاطمة الخرصي، أخصائي أول تغذية سريرية في هيئة الصحة في دبي، شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، مع السلامة. كانت معنا الأستاذة فاطمة وحدثتنا عن مرضى السرطان وأنماط الغذاء الصحي لديهم. بنطلع فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم مع القلق. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قد يستبعد البعض أن في رابط مباشر بين الأمراض النفسية والإصابة بالقلق، لكن الدكتور بسام أيسر ضياء أخصائي الأمراض النفسية في هيئة الصحة في دبي أكد أن هناك علاقة مباشرة وواضحة، ويشير أن أكثر المترددين على الأقسام المتخصصة في المستشفيات لديهم مشكلة حقيقية مع القلق، وهذا اللي بيوضحنا إياه في التفصيل في فقرة اليوم اللي رح نتحدث فيه عن القلق، أسباب
اضطرابه وعلاجه. صباح الخير دكتور بسام. صباح النور، اهلا وسهلا بك دكتورة. دكتور بسام، لو شوي تحدثنا، بتعطينا نبذة عن الامراض النفسية وانواعها بشكل عام. شوفي، الامراض النفسية عادة في هي اضطرابات مختلفة. من نقول اضطراب، اهم شيء يعني في اقول يعني مستوى معين هو شيء طبيعي، يعني مثلا القلق، في قلق طبيعي، يعني انا مثلا اقلق على اهلي، اقلق على امتحاني، اعبر الشارع اقلق، لا تضربني سياره لا سمح الله، هذا شيء طبيعي. بس من زاد عن حده بدا ياثر على حياتنا، هناك صار اضطراب القلق، او واللي هي كل هالاضطرابات العامه مثل اضطراب الاكتئاب، مثلا اكتئاب الجسيم، اضطراب القلق، اضطرابات مثلا ثنائي القطب، هي كلها من تزيد عن حدها. اي، فهي في مثلا امراض المزاجيه، امراض القلق، امراض الذهانيه اللي هي ممكن يصير بها مثلا اللي هي يعني الشخص ينفصل عن الحقيقه، اللي هي يسمع اشياء ما موجوده، يتخيل اشياء ما موجوده، وطبعا في اشياء ثانيه ندخل بتفاصيل اكثر هاي بعدين. دكتور، لو تقول لنا هل في أنواع معينة من الأمراض النفسية مرتبطة ارتباط قوي بالقلق، أو أن كل الأمراض النفسية في النهاية يعني تسبب القلق؟ القلق هو يعني بصراحة هذا الشيء احنا أيام من نريد. أو دكتور شو رأيك نشرح لهم شو هو القلق وبعدين نشوف شو هي العلاقة؟ تمام إن شاء الله. فالقلق هو احنا مثل ما قلنا، هل هو طبيعي أو غير طبيعي؟ لازم هناك مثلا نقول القلق، الحرص، الخوف، هي درجات واسماء مختلفه لشيء واحد. اي، بس من تسمعين انت حرص نسمعك شيء بطريقه ايجابيه، بس من نسمعك قلق وخوف صار شيء سلبي. صحيح. ليش؟ بدا ياثر على حياتنا بطريقه سلبيه. ايوه، اي، فلدرجه انه الشخص ما حيقدر يتصرف. يعني يعني شو الفرق؟ مثلا الطبيعي يكون نسبته منخفضه مده قصيره، يكون مترابط بظروف معينه، حدث غير صار، عموما تاثيره على السلوك يكون مؤقت. من صار مرض، لا، بدا يزيد عن حده، مدته اطول متكرره، شعور دائم. يعني بدا ياثر على حتى ممكن تأثير على الصحة يبدي، لأنه أنت القلق يسبب إفراز هرمونات مثل الكورتيزول اللي هو الستريس هرمون. اللي فهذا يعني لو طال عن يعني فترة طويلة يأثر على الجسم، وهواي أشياء إحنا أمراض نشوفها مرتبطة بهالشيء. ما نعرف يعني أيام القلق يبدي الأول وأيام الأمراض تبدي الأول، مثل يعني الصدفية، أمراض مفاصل. الامراض الالتهابات الجسم عامه يعني مثل تزيد، يعني حتى امراض غالبا الجهاز الهضمي والقولون وهالاشياء مرتبطه كثير مع القلق. صحيح. مثلا القولون العصبي نسبه توصل الى تقريبا 70-80% يكون عندهم قلق معه. اي دكتور، يعني كيف احنا يعني ممكن نتجنب القلق؟ هل هاي المشكلة الصحية يعني متى نعرف إنه صار الوضع غير طبيعي، وكيف ممكن إحنا نتجنب هذا الشيء؟ طبعاً دكتورة، فهو إحنا لازم أول شيء نلاحظ علينا أو الآخرين ينتبهون علينا إنه هاي الأعراض بدأت تزيد. مثلاً يصير التركيز يقل، النوم، أيام صداع، وجع بالجسم، ظهر لخبطة بالمعدة، وجع، انتفاخ، هاي تصير أعراض. حتى مثل عدم الصبر، واحد يسوق يبدي مثلا يعصب زيادة، أعراض مثلا دائما خوف زيادة خاصة بالتجمعات مثلا أو البرزنتيشن أو يعني هيك، هاي لازم واحد يبدي ينتبه إذا بدها تأثر على حياته. أيوة. للأسف أكو ناس يعني يحاولون يحلوها بطرق ثانية، مثلا يعني في ناس مثلا مواد الكحولية، يأخذون أدوية يعني بدون استشارة طبيب. هاي من ننصح به. أيوة. طريقة الحل للقلق تختلف من شخص لشخص، لأن هي عوامله تختلف، يعني هل هو بسبب مرض القلق أو بسبب مرض ثاني أو بسبب في أشياء جينية وراثية. يعني إلها قابلية، هذا الشخص جيناته إلى القابلية أن يقلق أكثر. يبدي التصرف مع القلق يختلف. مثلا تلقين العمر والخبرة لها شيء غير،
يعني الحس بزيادة القلق تكون عادة البيك أو القمة بداية العشرين نهاية 18، لأنه الإنسان يبدأ يتحمل مسؤولية عن حياته. أوكي، يعني يبدأ يدخل المرحلة الجادة في حياته يعني، ويبدأ يخطط بالضبط للحياة القادمة، فيبدأ عنده القلق والتوتر وهاي الأمور. بالضبط، فصار زيادة. ليش بعد يتقل؟ لأن صار عنده خبرة بالحياة، صار في الأشياء مو جديدة عليه. طبعا الدعم والحافز هم لها جانب، يعني انه من يتكلم مع اهل، مع حد استشاري او شيء، يعني يخفف عليه. الصورة عامة الصحة، احنا ليش ننصح الاكل صحي، نوم صحي، الجسم مترابط مع بعضه. دائما احنا نرجع في النهاية، مع ان في حديثي مع كل طبيب لازم يذكر لي انماط الحياة الصحية، يعني صار مثل عمود مرتكز في جميع الاشياء. يعني انا لاحظت هذا الشيء دكتور. بالضبط دكتورة، لانه يعني الجسم مو منفصل، مو الدماغ غير على الجسم، بالضبط كله مع بعض. فخاصة نبدأ ايام نشوف انه القلق بدأت اعراضه وهي صارت لخبطة بالنوم، وهي أصلا من أعراض القلق اللخبطة في النوم، فواحد مثل يدخل بدوامة. لازم نكسرها. الأكل الصحي ليش؟ لأنه مثل ما قلنا قبل شوية أنه الأمراض اللي تزيد الالتهاب بالجسم الفلاماتوري ماركرز هذه، الأكل الغير صحي هم يزيد عوامل الالتهاب بالجسم، وهي نفسها تكون لها أعراض قلق والقلق يزيدها، فندخل بدوامة مرة ثانية، فهذا يكون شيء ساعد أكيد. طبعا الضغوطات والأشياء تختلف من شخص لشخص، نوع الشخصية تختلف من شخص لشخص. صحيح. يعني طيب أنت ذكرت دكتور أن التوتر وهرمون الكورتيزون هذا كله يأثر على صحتنا إحنا ويقلل المناعة. طيب إحنا كيف نقدر نسيطر على القلق دكتور؟ يعني إحنا ما نبي نوصل لمرحلة أن القلق يبدأ يأثر على جسمنا ويأثر على إنتاجيتنا ويأثر على صحتنا. هل في بعض النصائح مثلا أنت ممكن تنصح فيه الأشخاص عشان يتجنبون القلق؟ شوف، هو اولا احنا لازم نقيم الحاله مثل ما انه هل واحد ممكن يحلها، يعني شيء بس يعني الدرجه بسيطه بحيث يقدر هو يحلها بنفسه. اولا هو القلق عاده يبدي بالتفكير بالمستقبل، فاحنا ننسى الوضع الحالي اللي احنا به ونبدي نخاف ونقلق على المستقبل. يعني انا قاعد مثلا، واحد قاعد بمكتبه ومرتاح بس وخايف انه انا من راح اطلع من الشغل كيف راح اسوق وحتكون زحمه هذا. فلا، خليك باللحظه الحاليه، انت ما تعرف المستقبل شو راح يصير. يعني هي مشكله غالبا القلق والاكتئاب، واحد ما يعيش بالماضي او المستقبل، تفكيره يكون هالاشياء ما يكون باللحظه الحاليه. فهاي اول شغله نقدر نحاول. هذا شيء وايد مهم، انا اتفق معاك دكتور. يعني معظم الناس اللي تشوفهم قلقين او زعلانين او متضايقين، اذا بتسمع كلامهم يا انه قاعد يتكلم عن شيء صار له في الماضي، او انه يحاتي شيء ممكن يصير له في المستقبل، وفي احتمال كبير ان هذا الشيء ما يصير ايضا في المستقبل، فتشوفهم هم عالقين في الماضي او المستقبل. بالضبط مثل ما انت قلت دكتور، اتفق معاك في هاي النقطه. نعم، هو إذا يحاول يتحكم بشيء وهو مو بإيده التحكم، مو في إيده، إحنا ما نعرف إيش راح يصير، فهذا يخلينا نقلق. أشياء ثانية مثلاً، مثل ما قلنا، يعني هاي اللي التأمل أو المديتيشن، هاي طبعاً يختلف من شخص لشخص، لأنه في ناس طريقة تأملهم مثلاً يقرأ قرآن يصلي، في ناس ثانيين يسمع موسيقى، في ناس ثاني بس يقعد بحديقة ويشرب له كوب شاي مثلا، كوب كرك ويرتاح. كل واحد تختلف طريقة على الثاني. صحيح. ما اقدر انصح الشخص بطريقة شخص ثاني. من هالاشياء المديتيشن ليش؟ هو الفكرة انه نفس الحالة نفصل عن هذا التفكير المستقبلي. ايوه. يعني مثلا اللي تشوفي الناس مثلا مستعجل بالسياقة وده يفكروا كيف راح اوصل هاي. من المديتيشن الاشياء اللي نصحهم بي، انتبه على مثلا كيف انت ماسك الستيرنج، كيف تسوق، كيف جسمك شاد، كيف يخليه باللحظه، ما يخليه يفكر بالبعدين، فيخليه يهدأ.
شيء جميل، هاي نصيحة حلوة، لأن معظمنا إحنا يعني معظم وقتنا يعني نكون عالقين في الزحمة أو رايحين للمشوار أو رايحين لدواماتنا وراجعين. ففكرة حلوة دكتور إنك أنت تقول لهم ركزوا في اللحظة اللي أنتوا فيها بدل ما نسرح بالفكر للماضي والمستقبل. في أشياء ثانية طبعا لو زاد عن حده وما يقدر يسيطر عليه، هناك يفضل يشوف شخص مختص. يكون المختص طبعا هي تبدي من اشياء بسيطه مثل يعني شخص له خبره ويقدر يعطي نصائح، الى انه السايكولوجي وعلم النفس، يكون العلاج السلوكي والعلاج بالكلام والجلسات. ولو يعني مستوى زاد عن حده، لا احنا حيشوفنا مثل كطبيب نفسي، وممكن يحتاج ادويه. في ادويه انواع طبعا اللي هي مؤقته بس عند الحاجه، وفي الادويه اللي هي علاج اللي هي اسمها العام مثلا مضاد اكتئاب او مضاد القلق، هي لازم يستمر عليها وعلى كورس يعني يكمل عليها لفتره. طبعا تختلف من شخص لشخص وشنو الحاجه يعني. طبعا في العديد من التفاعل دكتور، المستمعين متفاعلين مع موضوعك الظاهر. في ظل أزمة جائحة كوفيد 19 الكثير منا عانى من القلق، ويمكن ما زال يعني يتوتر لما يشوف مكان شوي مزدحم أو فهل أنت يعني لاحظت هذا الشيء في مرضاكم ولا؟ نعم نعم أكيد يعني صار زيادة بالقلق يعني وايد عوامل. اولا للمرضى مثلا هو طبيعه المرض نفسه، فانه يعني الله يبعد عن الجميع المرض اللي يتمرض يعني الظروف، حتى لو مو مرض قوي بس انه الانعزال راح هذا الاختلاط السوشيال يعني السبورت الدعم الاجتماعي اللي له، انعزل عن أهله، يظل جالس الحالة مع التفكير، ما يشغل نفسه بأي شيء، خايف على صحته. صحيح. أصلاً مثلاً القلق يسبب ضيق بالنفس، وضيق النفس هم ينزل الشعور بالقلق، فهي هذه هم تدخل بدوامة. مثل دوامة بعد. يعني مثل سايكل هذه. بالضبط. بس غالباً يكون شيء مؤقت، يعني ما نحتاج علاج لفترة طويلة. أيوة. بس في ناس ثانيين مثلاً بسبب الظروف اللي يمرون بيها، الاختلاط الاجتماعي مو مثل قبل، طبيعة العمل مو مثل قبل. صحيح. خايف على أهله، على أقرباء، على نفسه. هذا الشيء دائماً بيولد الضغط الموجود بالجسم والتفكير، ممكن يؤدي إلى قلق، يعني حالة من القلق اللي مزمنة أو أطول، فلازم احنا ننتبه على نفسنا. دكتور يعني هيئة الصحة أكيد تقدم خدمات وقائية وعلاجية في هذا الجانب، ممكن يعني شوي تحدثنا عن احنا شو اللي نقدمه للمستفيدين عندنا في الإمارة؟ احنا صراحة بسبب مثلا الجائحة الحالية بنستقبل الحالات أكثر شيء على التليفون. أيوة. يكون الاتصال، إلا الحالات اللي مثلا نشوف محتاجة نقابلهم ممكن فيديو كول، يكون على نفس الشيء يحدد موعد معهم. في بعض الحالات الاستثنائية يكون فيها مقابلة. يعني هي المبدأ هو سلامة المريض أولا، خايفين. صحيح. نبعد هاي التجمعات وال يعني القدوم للمستشفى. الشيء الثاني احنا مثلا نغطي كطب نفسي، نغطي مراكز الحجر، المستشفيات، هاي كلها احنا في تغطية نفسية، يعني من الأطباء النفسية في جدول مداوبين أطباء على هالموضوع، من الطب النفسي ومن علم النفس. طبعا يعني دكتور جهودكم اللي بذلتوها أثناء الجائحة وما زلتوا تبذلونها هذه واضحة جدا يعني، والدعم اللي قدمتوه للطاقم الطبي وأيضا للمتواجدين والمجتمع بأكمله واضح وباين دكتور، يعني هاي جهودكم. أنا يعني استغل وجودنا اليوم ونشكرك ونشكر جميع الأخصائيين الموجودين في هيئة الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلوها وما زالوا يبذلونها وسوف يبذلونها إن شاء الله. الله يخليكم، هذا واجبنا بخصوص بلدنا وأهلنا. يعني دكتور هل في كلمة أخيرة أنت حاب توجهها للمستمعين بخصوص القلق؟ وما أعرف إذا عندك أنت كلمة حاب تضيفها لهم. أنا بس أهم شيء يعني لو شخص يمر بلحظة قلق أو بفترة قلق، لا يتخذ قرارات بعيدة مستقبلية تأثر على حياته. حاول يهدأ،
يكون في يعني في الوضع الحالي يشوف يقيم وضعه بصورة صحيحة بدون تأثير القلق عليه، لأن هو حيغير نظرته الأشياء. ما إحنا ما نعرف المستقبل إيش راح يصير، ولا الوضع اللي إحنا به ممكن يكون دائمي، فلازم يعني نسترخي وقرارات تكون هادئة وموزونة أكثر. ولو الشخص شاف نفسه يحتاج القلق، هو مو عيب، هو ممكن يعني توصل يعني حتى يعني هو مو ضعف ولا عيب، بالعكس احنا موجودين. مثل ما واحد لا سمح الله مثلا يتمرض يزكم، كان يروح للدكتور، لو عنده راح للدكتور نفس الشيء، لو عنده قلق يروح الاختصاص اللي ما فيها أي إشكالية. إذا الشخص حس أنه يحتاج مساعدة مختص يلجأ للحصول على هذه المساعدة. الأمراض النفسية من ضمنها القلق هي حالها حال كل الأمراض الجسدية الأخرى. بالعكس، ممكن هذا الأخصائي بكلمة أو بجلسة أو جلستين يعني يسوي الأثر الكبير في حياتك، وأنت ممكن الشيء اللي أنت كنت تعاني منه لفترة طويلة يجيلك هذا الأخصائي ويحل لك إياه بأبسط الحلول. فأنا دائما أقول إن ما فيها أي إشكالية إنك أنت تلجأ لطبيبك المختص في الأمراض النفسية وتستشيره، وهو يعني ما فيها أي عيب وما فيها أي استجمة أو بصمة أو أي شيء. يعني بالعكس، يعني المفروض الواحد الحين يكون يعني يلجأ للمساعدة في استشارة الأطباء بدون ما يحس بأي خجل. دكتور بسام إيسر، أخصائي الأمراض النفسية في هيئة الصحة في دبي، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا لكم. شكرا، مع السلامة. كان معانا الدكتور بسام إيسر، حدثنا عن القلق وشو هي أسبابه وبعض أعطانا بعض النقاط في سيطرتنا على هذا القلق. أنا يعني من كلام الدكتور حبيت شيء معين، ويمكن أنا أتبنى فكرة الدكتور إنه ابحث عن طريقتك الخاصة في الاسترخاء. طريقتي أنا في الاسترخاء يمكن تختلف عن طريقة الشخص الثاني والثالث. أنا ممكن طريقتي أني أنا أسوي التأملات، ممكن طريقة شخص ثاني أنه مثلا يقعد على البحر، الطريقة الثالثة أني يسوي أشياء رياضة مثلا من الرياضات. فأنا يعني نصيحتي لكم أعزائي المستمعين، ابحثوا عن طريقتكم الخاصة للاسترخاء وتبنوها، وإذا حسيتوا أنكم في أي لحظة من لحظات حياتكم تحتاجون للمساعدة لا تستحون واطلبوا المساعدة والجؤوا إليها. هاي كانت حلقتنا لليوم أعزائي المستمعين، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أحمد سلامة، وكل الشكر اليوم كان عندي، أنا كنت محظوظة بوجود مخرجين الأستاذ وائل قواسمة وحين عندنا الأستاذ سعيد المار، كل الشكر لهم. كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.